عندما نحتفي بالجمال والفنون والآداب والموسيقى نأتي إلى بيت الزبير في معرض مسقط الدولي للكتاب. نعتقد أن أمسية اليوم مع الموسيقار الرائع والجميل فاروق سلامة إضاءة جميلة الحقيقة لمعرض مسقط دولي للكتاب. كعادة مؤسسة بيت الزبير دائما تأتي بالجديد من كل حدب وصوب في الموقف الإبداعي والمشهد الثقافي والفني، وفي هذه الليلة وهذه الليالي القادمة مع المشهد الطربي والحواري مع ذاكرة الفن في ندوة ما لم يقله المغنى. كبير لكل قائمين على بيت الزبير، يعطيهم العافية على هذا الإبداع، على هذا الإثراء الفني والثقافي اللي قاعد يسوونه، ومواكبة فعاليات معرض مسقط الدول الكتاب أن يكون على جانباته شيء من الأنغام وكذلك التراث الموسيقي. أنا أحيي بيت الزبير على هذه الاحتفائيات أو الاحتفاليات التي يعني آلة على أن يجريها في معرض الكتاب. الحقيقة أضفت روحا الحيوية وروح جمالي أنعش معرض الكتاب، لأن يعني الكتب صحيح حياة مستمرة بأصحابها وبعقولهم، لكن الفن الغنائي روح أخرى أضافت إلى جماليات الفكر والمعرفة جمالا أكثر. لم يقله المغنى ندوة يعني موسيقية بالطبع، لعلها فكرة جميلة وفكرة جديدة لم يلتفت إليها أحد، إلى تحويل المعرض أو فكرة معرض الكتاب أن يكون فيه ركن موسيقي، وليست الموسيقى وحدها فقط، وإنما الموسيقى ترتبط بالذاكرة وترتبط أيضا بالمعرفة العلمية. ما ميزها أيضا بعض الأسرار التي قد تكون قيلت هنا لأول مرة من قبل أولئك الذين كانوا رفقاء للعديد من الأسماء الفنية المهمة. كانت فعالية رائعة كعادة الفعاليات التي نظمها بيت الزبير. يعني العام الماضي كانت فعاليات مميزة، وفي هذا العام أيضا فعاليات مميزة وجميلة جدا. من ناحية يعني نقلونا يعني للأجواء، بالنسبة لي أيضا سعدت طفولتي وسعدت الأغاني اللي كنا نسمعها في تلك المرحلة. الجمهور يعني كان متفاعل بشكل كبير جدا، لأن كان الإعداد جيد يعني لهذه الليلة المميزة. يعني أتمنى لبيت زبير مزيد من التقدم والمزيد من هذه البرامج النوعية والبرامج المفيدة. شكرا جزيلا.